معنا. الحمد لله يا ربي كانت الاداء، كان النتيجه اداء مقنع، نقدر نروح العطله كيما قال شويه فارق مريح. عندنا العطله اللي حتكون بينيفيك لينا وين ريكوبيري لي بليسي تاعنا، وعندنا الوقت باش نضامي لا فاتور تركي ما لازمها ان شاء الله. الحمد لله الوتش اللي نهضنا به اليوم كما نقولوا حنايا الفوز كان مستحق لنا بالنتيجه هذه. الحمد لله تعبنا ما راحش باطل بعد الضغط اللي كنا فيه تاع اليميني كوب دالجيري وكذا. الحمد لله اليوم زدنا كونفيرمينا على الشامبيونا، مبروك علينا. دوكا مازالت لنا خدمه ان شاء الله، نزيدو نبريباريو بيان الفاز ان شاء الله. بون تو دابور نفيليسيتي كاع لي كويكيبي، كاع لي سيبورتور اللي كانوا بريزون اليوم عاونونا باش درنا هذه النتيجه ايجابيه. مو سي فري ابري عندنا كومام دو ماتش ما ربحناش دوميسيل، اليوم لا فاي باش نعاودو نوليو مع لي بون ريزولتا اللي درناهم كاع تو طولون دي ماتش اللي لعبناهم. الحمد لله ربي وفقنا ونا نسكري 3 بوت ما كيسيناش. سي فري سيتي فريمون بون ماتش لينا. بالنسبه للمباراه انا دور دخلنا جيدا في المباراه وين قدرنا نسجلوا 3 اهداف. الشوط الثاني عرفنا كيف نسيروا مجريات المباراه وين حافظنا على النتيجه والحمد لله، وان شاء الله بوناني فور كاع الشعب سيرتي الشعب تاعنا. سيت اون ديفيت كونتر لو ليدر كيني بلو تا présenté, qui a un effectif étoffé, qui a des joueurs de qualité. La différence s'est faite au niveau de la concrétisation des occasions de but. En première mi-temps, nous avons eu des occasions qu'on pouvait concrétiser et ainsi faire tourner la tournure du match. Mais c'est une défaite qu'on accepte parce qu'on était face à une équipe qui a été meilleure et qui mérite d'être champion de l'aller et qui sera certainement le champion d'Algérie. هذه هي فوتبول ان شاء الله. هذه الديرني ماتش تاع لا فاس الي ان شاء الله غادي يكون علينا لوسون باش نبريبارو بيا لا فاس روتو ان شاء الله يكون خير من لا فاس الي ان شاء الله بربي. لعبنا كونت لا ميور كيف الجزائر اللي اسمها اللي يستاهلوا هاد لا فيكتور. لقاونا 15 ماتش تاع لا فاس روتور لازم علينا نجيبوا لي بوان باش كما نقول لك باش نحقوا الهدف تاع الفريق هذا اللي هو المانتيا. ان شاء الله نقدروا، عندنا كيف تقدر تحقق الباقه.